لوين بنتي؟ كنت رايحة أعبي البريق من المطبخ. كنتي رح تسألي بس ما صحلك. عن شو أختي مليكة؟ مو كنتي رح تطلبي من أمير مشان تروحي عضيعة وتشوفي خالتك؟ مزبوط، كنت رح أسأله بس ما صحت لي فرصة، وهلأ مانو لحاله، زفر معه كمان. ليش زفر غريب؟ هو ابن هاد البيت، فيكي تسألي قدامه. تمام، بس أرجع رح أسأله. والله عمي حكمت بيفكر بالمستقبل بشكل صح. رفضت اللي جبرك عليه، بس بالنهاية وصلت للنقطة اللي بده إياها. أنا وصلت للنقطة اللي بده إياها أبي؟ عن جد؟ ما عم أفهم ليش عم تنكر لهلا. شفتك كيف بتطلع عليها وكيف بتطلع بها؟ هالشي واضح، مثل العاشق. عاشق؟ أنا؟ وحتى تنقذها لريحان كنت رح تروح حالك. كيف رح تشرح لي هذا الشي بقى؟ خلاص زفر، صارح حالك يا أخي. يعني لأني أنقذتها صرت بحبها؟ صدقني لو كان أي حدا تاني بدالك أنت عملت نفس الشي. لهيك لا تخلط بين الحب والشفقة. بعرف الطريق، خليك قاعد. وين المشكلة يعني؟ بحرك حالي. صدقني عم تتغير، ريحان غيرتك كتير. خلص ولان إليه. هاد الضماد لازم يتغير. جبت لك الدواء وصار الوقت لحتى نغير الضماد. كنت رح غيره هلا. عود وخليني غير لك الضماد، ما رح تعرف. مو مشكلة، أنا بسوي. ما رح تقدر تساوي بإيد واحدة. يعني لأني أنقذتها صرت بحبها؟ صدقني لو كان أي حدا تاني بدالك أنت عملت نفس الشي. لهيك لا تخلط بين الحب والشفقة. بعتذر، ضغطت على الجرح بدون قصد. مو مشكلة. هدول هن الأدوية، لازم تشربهم قبل ما تنام.
قلتي لي إنك حابة تصيري أستاذة، بس فيك تكوني ممرضة شاطرة كتير. ما رح صير الاثنين للأسف. برأيي ما لازم تستسلمي. عم يشفق علي؟ شكراً إليك، تصبحي على خير. وأنت من أهل. هي معصبة مني ولا أنا هيك عم بتخيل؟ بجوز تعبانة. قال تصبحي على خير، كتر خيره والله.